احنا رانا عمرنا ما كنا ضد قانون، كل قانون معقول ويراعي قانون ربي احنا معاه. اما هما ياخذوا جهات في تونس ياخذوا القانون الوضعي هذا لي معناها ضرب اسس ومبادئ إسلامية راسخة واضحة، والغاية منه استفزاز بطبيعة التوانسة الكل اللي هما مسلمين والحمد لله، وخاصة أهل العلم في تونس. ولهذا يلزم ثم توازن بين تطبيق أي قانون يكون معقول ومقبول، وبين معناها حفظ كرامة التونسي أولا المسلم، وخاصة كرامة الأئمة وأهل العلم في تونس. احنا ما قلناش إبعاد المراقبة القانونية، أما تكون بطريقة منظمة وبطريقة تضمن الكرامة وحفظ كما نقولوا نحن قدر الإمام. إذا ثبت هذا، هذا مجال، شوف هذا مجال القضاء، وتكون بطريقة منظمة وبطريقة تراعي هالمكانة متاع الجامع ومتاع المنبر، وأي مخالفة يعني إذا ثبت وفيها معناها واضحة وجلية وعندها الأدلة وكذا كذا، نعم يؤاخذ من قام بها. أما الخبط العشواء هذا يعني ليس بريء وهو مدان.